بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا اليوم إخواني الكرام وهو الأدوات المستعملة لإشعال المدخنة. أولا إخواني الكرام، يجب عليك أن تكون لديك مدخنة، وثانيا عود ثقاب أو آلة لإشعال النار. ثالث شيء إخواني الكرام، وأنا شخصيا أستعمل هذه الطريقة منذ القديم، أخذتها من أجدادي القدماء، فكانوا قديما يستعملون أوراق الكاليتوس وأوراق الزعتر وأوراق الشيح وكذلك أوراق الريحان وأوراق الضرو وكذلك أوراق الزيتون، ولكن هذه الأوراق تكون يابسة مجففة. نقوم بنزع أغصان من هذه الأعشاب ونقوم بتجفيفها حتى تصبح يابسة، وبعد ذلك نقوم باستعمالها داخل المدخنة. وهذه الطريقة إخواني الكرام أستعملها أنا شخصيا، وهي ناجحة 100% للقضاء على، ليس للقضاء على الفروة ولكن للوقاية من الفروة. فالقضاء على الفروة يكون بمحلول خل التفاح والثوم، وهناك عدة طرق أخرى قم بها بعض الناس مثل وضع الزيت وكذلك وضع دواء النمل، لا أدري ماذا يسمونه، المهم وكذلك يضعون دواء النمل، وهناك من يضع مواد أخرى أعشاب مثل الزعتر والشيح إلى غير ذلك، فهذه الأعشاب جد فعالة إخواني الكرام، لا أنكر هذه المواد، ولكن أنا شخصيا إخواني الكرام ضد استعمال دواء النمل أو الزيت المستعمل. فأنا شخصيا جربت هذه الطريقة ووجدت بأن دواء النمل يترك رائحة داخل الخلية مما يؤدي إلى موت اليرقات داخل العيون السداسية، وكذلك النحل يموت. والزيت إخواني الكرام فعندما يلتصق بالنحل يقوم النحل بإنقاله إلى الشمع الإطارات، إلى الإطارات وفوق الإطارات، فيصبح الزيت متراكم داخل الخلية. فأنا شخصيا أكره هذه الطريقة، ولكن الطريقة التي أستعملها أنا شخصيا وهي فعالة، وهي بمحلول خل التفاح والثوم، وكذلك أقوم بالتدخين بالأعشاب التي ذكرتها سابقا. وهناك أعشاب أخرى يستعملونها قديما مثل أوراق التبغ وأوراق الكافور، فهي فعالة إخواني الكرام، ولكن أنا شخصيا ليست لدي هذه الأوراق، فأنا أستعمل أوراق الكاليتوس والزعتر، فهي فعالة للقضاء، ليس للقضاء على الفروة ولكن للوقاية من الفروة. ويا حبذا إخواني الكرام لو اتبعتم الطريقة التي أنا أستعملها شخصيا، وهي أنني أقوم في فصل الشتاء بوضع أشرطة الفروة، أشتري أشرطة الفروة وأضعها في فصل الشتاء، ولكن في فصل الخريف والربيع والصيف أنا أقوم بالوقاية بمحلول خل التفاح والثوم وكذلك بالتدخين بالأعشاب التي ذكرتها. نصيحة لكم إخواني الكرام، فعندما تضعون الأعشاب التي ذكرتها لكم في المدخنة وتقومون بإشعالها، فيجب عليك هنا أن يكون الدخان باردا ليس ساخنا. فهناك بعض الناس يقولون بأن النحل أجنحته محترقة، يظنون بأنها الفروة، ولكن أعراض الفروة ليست احتراق الأجنحة، فهي تشوه الأجنحة، تجدها شبه متآكلة وليست محروقة، فأجنحة التي تكون محروقة فذلك بسبب الدخان الساخن وليس الفروة. فأنا شخصيا لاحظت هذا في بعض المناحل المجاورة لي عندما أقوم بتفقدها، أجد هناك بعض النحلات أجنحتها محترقة، فيقول لي صاحب المنحل بأن الفروة موجودة في الخلية، فأقوم بتفقد الخلية فلا أجد أي فروة، ولكن الأجنحة التي تكون محترقة فذلك بسبب الدخان الساخن. فهنا أخي الكريم، عندما تقوم بالتدخين على الخلية فيجب عليك أن يكون الدخان باردا، ويكون التدخين مسافة بعيدة بين المدخنة والخلية. والآن سأقوم أمامكم بطريقة وضع الأعشاب المستعملة داخل المدخنة، ابقوا معنا.
أقوم بإشعال النار داخل المدخنة، والآن نضع الكاليبوس، نضع ورق الكاليبوس وإخواني الكرام، أوراق الكاليبوس فيها فوائد كثيرة للإنسان ليس للنحل فقط. لو بحثتم عن فوائد بخار أو دخان الكاليبوس ستجدون أنه فعال ولديه فوائد كثيرة. وكذلك أوراق الزعتر، نصيحة لكم إخواني الكرام، لا تستعملوا البلاستيك أو الكرتون أو الخيش أو الكتان إلى غير ذلك من هذه المواد التي تضر النحل، فهي الأعشاب مفيدة للإنسان ومفيدة للنحل. هكذا يا إخواني الكرام، حتى أن الدخان يكون بارد، انظروا الدخان يكون بارد لا يهلك النحل ولا يهلك الخلية. نضع الآن الزعتر وأنا ليس لدي زعتر يابس، ولكن هنا أنا زعتر يابس، والآن نضع الزعتر. انظروا الدخان بارد وليس فيه نار، ورائحته جيدة، في رائحة رائعة وطيبة حتى أنها جيدة. نقوم بتدخين على الخلية عن بعد كما تشاهدون الكرام، عن بعد لا نقوم بالاقتراب هنا أو هنا، من بعيد فقط. انظروا كذلك نقوم بالتدخين هنا، إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس والإعجاب بالفيديو. شكرا لك على المشاهدة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم قناة النحلة.